باش يعطينا الفضل اللي راح يعطيه لهم الله سبحانه وتعالى، ماهوش فقط غير الوطن، هذا هو المرقب وتاعنا، هذا هو واجبنا نسلموا عليهم الدفعة باش الشباب اللي جاي ان شاء الله يختار بهم، ناس ضحات بنفسها، ناس ضحات باموالها، خلاكم انتم يتامى، معكم اختكم ولا؟ ولا جيتو غيتو؟ معليش مرحبا، باش الاجيال قلنا فالي تاخذهم كعبرة ان شاء الله، هذه ذكرى برك. الشهيد محمد راه مسجل في المدرسة، راكم أصبحتم من عائلة تاع المدرسة، مرحبا بكم في أي وقت. جميعا. هذه صورة تذكارية تاع الشهيد، ما شاء الله، كي تشوف الصورة تعرف بلي باين بلي بطل، ما شاء الله. هذه شوف هذه الصورة هذه، خذيها من مستوفى هذه كما كنعطيك على الاستعانة. هو كي هرب من السجن في الخمسينات، هو كاجي واحد خطره، كي هرب من السجن في هذه التسوية هذه اللي دارت هذه الاستعمار خرجوا، وحنا جبناها من الأرشيف. وعندنا تصور خويا. هذه كانت صغيرة هنايا. إيه كان في عمره بالك 20 سنة ذاك الوقت. وباين في وجهه وعينيه تشبهوا له. وكيلاش 36 سنة هذه عمره. مات صغير خلف 54 و 30 ديسمبر 54 وحنا هنا انا غادي نروح ندير روح للذاكره هذه ان شاء الله نعطي التاريخ تاعو رسمي من الربعينات ان شاء الله ان شاء الله من نهار دخل في الحجم نعطي التاريخ تاعو مليح انا عشان تشوف التاريخ تاعو راه غير محصور غير في الوليد بومرداس شحال من خطره بدينا معايا التاريخ هذا راه زعيم هذا راه زعيم هو خدم في منطقه بومرداس ولا في منطقه اخرى عاش في تحرير الجزائر عاش 52 يوم في الثور 52 يوم والنهار هذاك اللي استشهد به كانوا في تسعه الله يرحمه اربعه استشهدوا في فلاس وثلاثه خلاص لهم الاخوان قبلوا في الحشره واحد نجا منهم يقول عبد الشيخ محفوظ هذا قال لهم لي جاسي معاه لما ديك هو اللي خرج هو قايد الفرقه وقايد الناحيه هذاك قايد المنطقه لما ديك احنا اللي قاعد اللي نجاو هذوك هو اللي يعاون قال لك كي قاسوا شرايه من عبد المدفع ولا نتاع طياره في فخذوا ليسار ربط الجنوب بالحزام وقال اصحابو هذو قال لهم انتم روحوا شركوا روحكم انا ما نجمش داخل قعد هكذاك يقاوم حتى نغم قعد شوف المعركه بدات من 7 نتاع الصباح من 7 نتاع الصباح كي على ذاك ديسمبر نهار قاصف من 7 نتاع الصباح كي بدا الحال هو كي شافوا الحاله دارت بهم وكل جهه لمهم في 9 هذوك 8 و 9 قال عليهم خطاب قال لهم شوفوا قال لهم هذا هو اليوم الحاسم لما تكين من بعد يوزعهم قال لهم احنا نقف في داخل الدار كانوا في الدار مركزين قال لهم نسحبوا احنا من الدار باش كي تكون كيكون الحرب مع فرنسا ما يهلكوش الشعب هبطوا للواد هذا الواد هذا واد هلال هذا لما مثل ما بدات المعركه من 7 نتاع الصباح حتى 4 العشيه وهو الاخر اللي قاس
خلاص كي تهبطوا البغليان تهبطوا البغليان تهبطوا هو يشوف يقول لكم نحبوا يعني العمر في يد الله صاروا كنحبوا يدوه ليش؟ وكي جا ليك وصلت عبد اللص واش قال له في البغليه؟ قال لهم يا قلمي قال له جرينا جرينا موراك جرينا موراك صح اليوم طحت في يدنا هو ثم لو كان حبوا يدوروا كان يعيش عرفت نقطع له عرك قادرين يدوروا بس هاي قادرين ما شاء الله بالعكس بالعكس ربي يكتب لها الشهاده باش يجيزها الشهاده يا الشهاده باش يجيزها وما طولوش عليك لا لا طولت علينا ما طولش الناس اللي داوا هذا الشيء مهما درنا في صالحهم امر ما نوفوه لله جزاؤهم عند الله والله سبحانه وتعالى رزقه بالشهاده هذا ليكم ان شاء الله يكون شافع فيكم ويشفع فينا فريق كامل الامه الجزائريه قال لا قضبنا قضبنا بصح حنا قضبنا كاع فرنسا شوف كاين احد اللقطه تاع ابو مجد الله يرحمه بعد الخطاب يبكي قال شوف قال قدنا رجال وماتوا امامنا قال هذوك الرجال قال اداو الواجب تاعهم كامل قال بصح حنا ما نعرفوش مهما درنا ما نقدروش كذلك تقدير للمجهودات الجبارة التي يبذلها الأساتذة من أجل التكوين التوعية لطلبة المدرسة وتمكين من نيل الأشياء التعليم العلمي المطور. استثمركم بتقديم جهدات لتقدير